Modalverben. Was bedeutet die Modalverben? Die Modalverben بمعنى الأفعال الناقصة. ما معنى الأفعال الناقصة؟ معناها إن لو فعل ناقص اتحط في الجملة، معنى الجملة مش هيبقى واضح، مش هيبقى كامل، محتاج فعل تاني يساعده يتمم معنى الجملة. عندي كام فعل ناقص؟ عندي 3 أفعال: كونن، بوشتن، اون، دورفن. Was bedeutet كونن؟ كونن equal كان يستطيع، مشتن equal want يريد، دورفن بمعنى اللاو يسمح. عشان أصرف الأفعال ديت لازم أكتب الأول الضمائر بتاعتي: إيش أنا، دو أنت، إير هو، إس هو أو هي للمحايد، زي هي، إير أنتم، فير نحن، زي هم، زي إس قوس بمعنى حضرتك أو حضرتك أو حضراتكم. هنصرف مع بعض فيرب كونن بمعنى يستطيع: إيش كان، دو كانست، إير إس زي كان، إير كنت، فير زي زي كونن. أما بالنسبة لفيرب مشتن بمعنى يريد: إيش مشتي، دو مشتست، إير إس زي مشتي، إير مشتت، فير زي زي مشتن. أما بالنسبة لفيرب دورفن: إيش دارف، دو دارفست، إير إس زي دارف، إير دورفت، فير زي زي دورفن. هنلاحظ إن تصريف إيش في كل الأفعال اللي فاتت هو نفس تصريف إير وإس، هو نفس تصريف إير وإس وزي. إيش كان، إير إس زي كان، إيش مشتي، إير إس زي مشتي، إيش دارف، إير إس زي دارف. الأفعال الناقصة كونن، مشتن، أند، دورفن براوخن بتحتاج دايما معاها verb infinitive أم انزل، بتحتاج دايما معاها verb في الانفينيتيف يكون في آخر الجملة. يعني الأفعال الناقصة دي موقعها بيبقى في الجملة رقم 2 في الإجابة العادية، أما لو هتيجي في السؤال بتيجي رقم 1. موقع الفعل الثاني اللي هيساعدها دايما موجود في آخر الجملة في حالة الانفينيتيف. هنشوف ازاي. زوم بايشبيل على سبيل المثال: رامي كان بيانو شبيلن، بمعنى رامي بيقدر يعزف على البيانو. رامي كانه الضمير اير بالظبط بمعنى هو. هو مع فيرب كونن هنلاقي تصريفه بقى كان، وكان فعل ناقص احتاج فعل تاني ساعده موجود في اخر الجملة في شكل الانفينيتيف اللي هو فيرب شبيلن بمعنى يعزف. رامي بيقدر يعزف على البيانو. نمرة 2: إم زومر دارف إيش ناخ دويتشلاند فليجن، معنى جملة: في الصيف مسموح لي إن أنا أسافر إلى ألمانيا. لاحظت موقع الفعل الناقص رقم 2 في الجملة، دارف اتصرفت مع إيش، ودارف احتاجت معاها فعل ساعدها في آخر الجملة اللي هو فيرب فليجن بمعنى يسافر في شكل الانفينيتيف. نمر 3: مش تستدو كولا ترينكن، جت هنا بصيغة سؤال. مش تست هنا بمعنى هل تريد أن تشرب كولا، برضو فعل ناقص خد معي في الآخر الجملة فعل في المصدر. يعني أنا لو لقيت فعل ناقص بجيب في الآخر فعل في المصدر والعكس صحيح، لو لقيت في آخر الجملة فعل في المصدر يبقى أنا محتاجة فعل ناقص. إرجنسن أكمل إيش دويتش جود شبريشن، لاحظت في آخر الجملة عندي فيرب شبريشن بمعنى سبيك تتحدث. إيش أنا أتحدث الألمانية جيدا، يبقى أكيد محتاجة فعل ناقص. على سبيل المثال فيرب كونن يستطيع، بس هصرفه مع إيش هتبقى كان. إيش كان دويتش جود إشبريشن بمعنى أنا أستطيع أن أتحدث الألمانية جيدا. نمر 2: علي أين أوتو كاوفن، فاس بيدوتت كاوفن، كاوفن إيكوال باي يشتري، علي يشتري أوتو سيارة. يا ترى محتاجة إيه؟ بصيت لآخر الجملة لقيت عندي في المصدر في آخر الجملة محتاجة كده فعل ناقص. علي يريد أن يشتري سيارة، يريد بمعنى مشتن، هنصرفه مع علي، علي هيبقى إير وإير هتبقى مشتي. علي مشتي أين أوتو كاوفن، علي يريد أن يشتري سيارة.
نمبر 3 سما دارف انسكينو، بمعنى سما مسموح لها انسكينو إلى السينما. شفت فيرب دارف هنا فعل ناقص محتاج في الآخر فعل في المصدر في نهاية الجملة. حسب معنى الجملة سما مسموح لها إلى السينما، مسموح لها أن تذهب، يبقى فاضل لي فيرب يذهب، فيرب جيهن، جيهن بمعنى يذهب. فير سبيس هان بالش بيلن، فير نحن، هان بالش بيلن نحن، في فيرب شبيلن في آخر الجملة مع هاند بول كرة اليد. نحن أكيد هتبقى نستطيع أن نلعب كرة اليد. نستطيع بمعنى كونن، تصريف كونن مع فير هتبقى كونن زي ما هي.